بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، الكل تفائل قبل انطلاق الكان بأن المنتخب سيؤدي يعني طبعة استثنائية وقد يكرر سيناريو 2019، ولكن الكل انتظر طبعا المباراة الأولى أمام أنغولا التي جرت في ظروف يعني لكي يتمناها الشعب الجزائري، أن الظروف لا تجرى المباراة في الظهيرة في الأوضاع الطبيعية الصعبة، ولكن المنتخب الوطني أدى ما عليه، قدم شوط أول جميل جدا بشكل يعني مميز، ولكن الشوط الثاني انتظرنا الكثير الكثير سواء من أجل المحافظة على النتيجة أو إضافة أهداف أخرى، ولكن كان عكس ذلك. تغييرات جمال بلماضي لم تكن في المستوى المطلوب، وحتى النهج التكتيكي يعني لم يظهر للمتابع. المواجهة الثانية اللي راح تجمعنا أمام منتخب بوركينا فاسو راح تجرى في ظروف مغايرة، في فترة الظهيرة في ظروف طبيعية صعبة في مدينة بواكي في كوت ديفوار، لذلك الأمور هذه تخلينا مقلقين قبل مشاهدة هذه المباراة أمام منتخب بوركينا فاسو، المنتخب الذي فاز في الجولة الأولى ونعرفه جيدا، أحد المنتخبات يعني كبيرة في إفريقيا، فأعتقد بأن المباراة ستكون صعبة على المنتخب الوطني في الجولة الثانية، وهو المطالب بتحقيق الانتصار مخابر فرات الرازرز، القوة والحماس من قلب الكان. شيري يرافقكم في كان كوت ديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. ليكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس طريقكم نحو الكوت ديفوار. رامي الذوق الأمثل في كان الكوت ديفوار. تكنو نورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.